صباح الخير، صباح النور والورود والياسمين لأحلى متتبعين. كديرين؟ لاباس عليكم، اموركم مزيان، نتمنى تكونوا في خير وعلى خير وفي ظروف جيده. هذا الفيديو لا سويت ديال الفيديو ديال مراكش. دابا اوريكا، شكون اللي ما كيعرفش اوريكا؟ المغرب كله كيعرف اوريكا، حتى مالين برا الاجنبيين، يعني مصر، الجزائر، تونس، خوتنا العرب كلهم تيعرفوا اوريكا، معروفه على صعيد العالم كما كنقولوا. غنديكم معايا وغتمتعوا معايا، راه واحد النهار غزال وكل شيء فيها زويون، الطبيعه وكل شيء فيها. تبعوني، اجيو معايا. بلاتي، يلا سير. راكم تشوفوا هذا الواد رايح من مراكش حتى لأوريكا. خارج منا. لا شكرا. تبارك الله عليك، شوف. قول لي فيديو انا. نورمال اخويا، نسنس كتخدمي هكا. وا ها شفتي، عطيتو العنب. ها صافي، بليزير من بليزير ياك. مقاتني هاد القهوه ديال الطريق اللي كيديروا هذيك الطوموبيلات، القهوه المتنقله، ما شاء الله غزاله. وعرفتي اختكم نعيمه راه ما كتحركش الا ما شربش القهوه في الصباح، يعني مع ديك 10 ل 11. وتحيه للمراه المغربيه اللي كتكون واقفه خدامه ما شاء الله، يعني في الطريق بزاف العيالات واقفين في هاد لي كاميون ديال القهوه ما شاء الله، وتحياتي ليهم. تابعوني، بقاو معايا. كيفاش شافوهم هذاك الشرب العالم كله؟ لا جيت بروندر ان كافي. عندك ما تبيني هنايا لا منظر، حنا وقفنا في الطريق على منظر على منظر على منظر على منظر. منظر واعر عمي.
هما نوع واحد ولا مخلطين؟ لا لا كل واحد بعد هذا مخلط. اديتيها سندير وحده من هذه بقى عندنا. مرحبا. ها جيب لنا قرعه المشر. هذا ديال معزي. انا ماكش المعزي انايا عزيز كم. هذا طاجين ديال الدجاج وهذا المعزي. المغزى بغى يبدا الرعد. المنظر وارق حنا جالس. وشوف الطريق فين كاينه. اش تبدات؟ شوفوا شوف عاد ندخل ليا راه كاينين الناس بزاف ماقدرش نسجل. ما شتا هي بدات. عمي عاجبك الحال؟ عمي عاجبك الحال؟ ياك هو شكلي من المشاهدين ديالي. ها واش كلمة عمي المشاهدين؟ شكرا شكرا يلا لايك لايك المشاهدين ديالنا. شكرا يلا. اسمع شتا شتا شتا. تخلطات الشتا ما شاء الله. لا لا غير كبو اتاي. هذا واحد فيه العشوب وواحد اتاي عادي. عزيز كبو اتاي. لا واحد لا ما ديرش واحد فيه السكر. شوف اسم محمد شنو فيه. صوصك شكون؟ أنا فاطمة. قلب وش قلب وعدم. الشيخ راك كتكفاتها ياك؟ عزيز؟ مالك؟ خرجنا من اوريكا لحقاش بدات الشتاء وبدا العجاج. الدنيا ترونات. شوف 45 45 ديال الحراره. راه هاد المكنه ديال فرنسا راه دابا 24 يعني 4 ونص. بدا واحد العجاج والشتاء وخرجنا باش نشدو الطريق نرجعو لبن حمد ان شاء الله. بقاو معايا المتتبعين الكرام ديالي. بقاو معايا. صافي دخلنا لمدينه بن حمد العلوه ودزنا باش ناخذ شي حاجه من المخبزه او محل اللي كيبيع هادشي ديال المسمن وداكشي. لقينا الشفنج. تشهيت الشفنج ولكن سجلت مالي المسمن ما خديتش المسمن. الله يعاونهم الله يسهل عليهم. وتحيه للمراه المغربيه اللي كتعمل اللي كتخدم في هذا الصهد على وليداتها. الله يسهل عليهم والله يوفر لهم ان شاء الله. فيها كلشي هذا المحل هذا. فيه الحرشه فيه المسمن فيه الحلوه فيه كلشي. ولكن انا ملي شفت الشفنج طرت على الشفنج. بغيت غير الشفنج. كيطيبوا قدامك انتما كتشوفوا الشفنج ما شاء الله ديال العلوه مزاب.
العلوه وما ليها. صافي خدينا الشفنج ومشينا للدار، واحد البريد ديالها تاي مع الشفنج غزال. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال اوريكا وتتيمه ديال مراكش، وتنقول لكم الا عجبكم ما تنسونيش باللايكات ديالكم واللي جام لي كومونتير الزوينين ديالكم. والى الحلقه القادمه ان شاء الله، بقاو معايا، راه مازال في المغرب متتبعين ديالي، مع السلامه.